السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتبر الشكل التالي ونبين أن بي سي المستقيم بي سي على يوازي مستقيم ام ان. إذا لدينا ا بي تساوي 9 على 2، ا ام 5، ا سي 7.5 أو 7.5، ا ان 3. إذا نبين أن بي سي يوازي ام ان. إذا لدينا من الشكل أو نحسب AB على AN، نحسب AB على AN. إذن AB على AN تساوي قيمة AB قلنا هي 9 على 2 على AN 3. إذن 9 على 2 على 3، يعني تصبح 9 على 2 في 1 على 3، يعني تساوي 3 على 2 تساوي 1.5. الآن نحسب، حسبنا AB على AN، نحسب الآن AC على AN. AC على AN إذن AC هنا تساوي 7.5 على AM. AM قلنا هي 5 هنا. إذن 7.5 على 5 تساوي 75 على 50، يعني تساوي أيضا 1.5، 1.5. نلاحظ أن AB على AN تساوي AC على AM تساوي 1.5. إذن AB على AN تساوي AC على AM تساوي 1.5. ونلاحظ أن النقاط PAN وCAM في نفس الترتيب. إذن حسب مبرهن الطارس العكسية فإن PC يوازي MN. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.